سؤال، ماذا تحتاج نينوى؟ تحتاج كل شيء، بنى تحتية كلها مهدومة، ماكو أي رعاية من قبل الحكومة أو عين على هذه المدينة، وخاصة نشوف أبسط مثال من زيارة البابا، الشوارع تبلطت وزينت وحتى المطبات شالوها والكل شيء سووها برضه يجي شخص زيارة البابا. زين من راح البابا ما يدحقون، ما قالوا يابا الموصل تحتاج رعاية وتحتاج إعمار وتحتاج، ليش الساعة وقفت؟ الموصل يعني مهملة من قبل الحكومة وماكو أحد من الحكومة عينه من النواب الموصل، خاصة أنا أحكي على نواب الموصل لأن هم يمثلون بالبرلمان، لأنه ماكو عينهم على هاي الموصل، كل واحد يريد يعبي بجيبه ويروح، ما له علاقة إن شاء الله واحد يأكل الآخر. الفقير ترى تعرفونين بأنه الفقير ترى كشفت عليه الحالة، لأنه هسه الفقير كوي ارتفاع الدولار أثرت عليه، إلى يعني أبسط مثال هذا الفلوس اللي ياخذ الراهن بينت عليه ورقتين، يعني فرق الراتب يعني قلت الفلوس مالته، يعني الراتب مالته قل ورقتين، يعني إذا يصرف بالمادة يعني يصرف مالته الفلوس يشتري مواد بيها يخسر ورقتين من جيبه. شو توجه رسالة الحكومة المحلية؟ خلي يدحقون على هاي المدينة، خلي ينظرون على المدينة يعني بنظرة يعني بأنه مسؤول على، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. أنا أريد أوجه كلامي بس للمحافظ وللداخلية بصورة أجمع، أنا رجال بدخل داعش أنقذت عائلة، تسمعني، أنقذت عائلة ومن ضحايا إرهاب، سقط علي هون ورا ما أنقذت العائلة، أنا صديق استشهد إلى رحمة الله. هسا أنا مكمل معاملتي عاصية بالمركز مال موصل جديدة، أو خلينا نقول مال تل الرمان. هسه أبو القلم يريد مني فلوس حتى معاملتي تتحول للمحكمة في سبيل أطلع لجنة طبية. إيجار بيتي 150,000، مولدة 4 أمبيرات، وشغل ماكو خوش، وأنا إعلامي سابق، اشتغلت ويا واثق ممدوح الغضنفري وكلها تعرفني، أنا مصور، وهسه حاليا دا أشتغل دحق عليه دا أفتر أدور لي على شغل خوش، وأنا عمري 36 سنة. هسه هذا جيبي دحق عليه، تفضل، هذا جيبي، أنا رجال مزوج، عندي 4 أطفال وخمس نفرات برقبتي ويا الحرمة، وين نروح؟ وين المهج؟ كافي، حسوا بينا، كافي يا أخي، حكومة يعني شعب انتهى يا أخي، شعب انتهى، أريد حل يا أخي. هسه أنا معاملتي شنو ذنبي؟ هسه معاملتي عاصية، أرداخذ تعويضة، أرداخذ راتب. شنو رأيك بدأ الحكومة؟ حكومة؟ إحنا عم نصرف على الحكومة، ثق بالله ورسوله، والله احنا عم نصرف على الحكومة. نينوى تحتاج دعم، يعني دق على الشوارع ماكو نظافة، ترتيب ماكو، احنا نظل هيك، حتى ملينا صراحة، ملينا من البلدية، ملينا قايم مقام يجي منين، وراه بساعتين ثلاثة شوف التنظيف مالتهم، شوف الأعمال مالتهم، تجي وراه بيومين ثلاثة كل شيء ماكو. انت شنو رأيك بأداء الحكومة المحلية؟ هاني برأيي هاي الحكومة تتبدل، نجيب غير حكومة تتبدل. yes. ما مثل ما يقول من حكومة تتبدل ما جاء واحد يريحنا، يعني يومين ثلاثة حضرت جولاي بين على الفقير، يعني اليوم 10,000 دينار وقاعد يجار 200,000 دينار يومين، 6,000 دينار 4,000 دينار، أش أشتري بيها بيض، لو أشتري بيها زيت، لو أشتري بيها تمن، لو هي الإيجار، لو هي المولدة، وتحتاج لخدمات، جسور إعمار، تبني الشوارع بالذات الساحل الأيمن عندك، يعني مدمر لحد الآن، كل شيء ما سووا له لحد الآن، يوم يقول نشيل إنقاذ وما عايز يسوي شيء، إعمارهم يعني بناية لسعادة المصرف هذا الأهلي، هاي كم سنة صار له دق عليه لحد الآن، ما حد ما جاي ولا حد دار له بال، خدمات ضعيفة حياة، ترى كل ضعيفة خدمات. يوم جاك ابو الخدمات نظف هذا الشارع راح مين بعد 3 أيام 4 أيام يلا يجيك. والله خدمات يعني الخدمات ماده اساسيه، وتحتاج والله كهرباء، وتحتاج نظام مروري، وتحتاج يعني كل شيء تحتاج المحافظه. زين انت شو توجه رساله للحكومه المحليه؟ والله وجه بالخدمات، بالاعمار، بالتعويض مال العالم، تعويضات حتى كل واحد يعمر بيته وداره ومحله، انا 3 مرات اعمر المحل. فهذا اللي اريده من الحكومه، وتتعاون مع الشعب شويه بالدعم بالتعويضات اللي مدروجه حسب الدوله.